أكد وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الصربي نيكولا سيلاغوفيتش على عمق علاقات التعاون التي تربط بين البلدين في العديد من المجالات. وخلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الوزيران في ختام جلسة المباحثات التي جمعت بينهما، وصف وزير الخارجية العلاقات بين مصر وصربيا بالوثيقة والممتدة، لافتا إلى أنه تم خلال المباحثات مراجعة آليات التعاون بين الجانبين والاتفاق على تفعيلها واستكشاف مجالات جديدة للتعاون خاصة على المستوى الاقتصادي. من جانبه أكد وزير خارجية صربيا أن العلاقات بين البلدين قوية وتقوم على أسس تاريخية، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات. وجدنا هناك تطابق كثير في مواقفنا إزاء القضايا الإقليمية والدولية، واستمرار التنسيق والتعاون والتضامن في إطار العمل المتعدد والدعم المتبادل للترشيحات. هناك اتفاق على تفعيل الآليات المتوفرة لدينا والعمل على استكشاف مجالات جديدة من التعاون خاصة في المجال الاقتصادي، وسوف يتم خلال الفترة القادمة التنسيق الوثيق على مستوى كبار المسؤولين لتحديد موعد لعقد اللجنة الاقتصادية المشتركة التي نترأسها، وأيضا لتحديد موعد لاستمرار كثافة الزيارات المتبادلة وبما ذلك زيارة على مستوى القمة. بحثنا عن سبل وفرص لتنظيم نهاية هذا العام الاجتماع للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي المشترك بين مصر وصربيا، ونقوم برئاستها المشتركة، ونقوم بتنظيم أيضا اجتماع لمجلس الأعمال المشترك يتكون من رجال الأعمال من الدولتين. هناك مجال كبير للتعاون في مجالات كثيرة، الاتصالات والطاقة والزراعة وغيرها، وفي مجال الرعاية الصحية أيضا. Tourism, telecommunications,